يسري فودة بيبرر لأسامة بن لادن كمان أفعاله وأعماله الإرهابية، وبيشيد به زي ما أشاد بمحمد عطا بهذا الشكل الفج اللي الناس ما انتبهتش ليه. تعالوا نستمع إليه وبيتكلم على أسامة بن لادن. القاعدة ما كانش عندهم مشكلة مع الغرب في البداية على الأقل، مشكلتهم الأساسية هي الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي والعالم الإسلامي، وإنه هم حاولوا يستهدفوا الأنظمة، وإحنا عندنا تاريخ طويل في ده في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات من جماعات هي دلوقتي تعتبر in a sense جزء لا يتجزأ من القاعدة. حتى يعني كان واحد من أبرز أعضاء هو دلوقتي أكبر مسؤول في القاعدة، دكتور أيمن الزواهري. فهدف الأساسي كان ما يرونه استبدادا في الأنظمة العربية بشكل عام. إمتى جت النقلة؟ عندما أدرك تنظيم القاعدة أنه لن يستطيع الوصول إلى الأنظمة العربية طالما أن واشنطن تتدخل، طالما أن الغرب يتدخل، طالما أنه يسند ويدعم الأنظمة، طالما أنه يكيل بمكيالين.